تتوالى إعلانات سوناطراك الجزائرية معززة من مكانة الجزائر في سوق الغاز الأوروبية عبر البوابة الإيطالية بالكشف عن عزم المجموعة الطاقوية الجزائرية العملاقة ضخ كميات إضافية من الغاز الطبيعي قدرها 4 مليارات متر مكعب نحو إيطاليا اعتبارا من الأسبوع القادم، على أن تصل إلى 6 مليارات بنهاية السنة الجارية، خطوة من شأنها أن ترفع صادرات الجزائر من الوقود الأزرق نحو إيطاليا إلى 25 مليار متر مكعب سنوياً، لتكون الوجهة الأولى لصادرات الغاز الجزائرية. كميات عززت موقع الجزائر كثاني مورد غاز إلى إيطاليا باستحواذها على حصة بهذه السوق بلغت 35% مقابل 16% خلال العام الماضي، أرقام تؤكد توجها جزائريا لجعل إيطاليا منصة لتعزيز حضورها في السوق الأوروبية مع إمكانية تحولها إلى قاعدة لإعادة تصدير الغاز الجزائري نحو باقي أوروبا. إعادة تقييم اكتشاف تحاسي الرمل يعطينا ثقة كبيرة، وموقع تفاوضي لا بأس به خاصة في تجديد العقود الغاز لشركائنا. إعلان يأتي بالتزامن مع ارتقاء الجزائر إلى المرتبة الثانية لأكبر مورد الغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا، مع تراجع إمدادات روسيا إلى القارة العجوز في ظل التوترات الجيوسياسية والمشكلات الفنية. أوروبا مرتبطة بالجزائر عبر مجموعة من الخطوط، يعني تصدير إيطاليا وإسبانيا، هذه دائما أفضلية للجزائر للتصدير، لأنه هذا الغاز تقريبا من الجزائر إلى أوروبا راح في خلال سويعات راح يكون الغاز، لكن الغاز الطبيعي المسال باش نجيبه من قطر إلى أوروبا ونجيبه من سورا إلى أوروبا ربما يأخذ وقت كبير، خاصة في الفترات الشتاء المعروف يكون فيه طلب كثير. تاريخ سوناطراك في هذا المجال عندها معروفة عند الشركات والدول الأوروبية أنها شركة يعني تحترم عقودها. وتسعى سوناطراك إلى زيادة صادراتها من الغاز التي بلغت 43 مليار متر مكعب في كامل 2021، في وقت حققت الجزائر طفرة في قطاع المحروقات مدعومة بالاكتشافات النفطية الضخمة التي توصلت إليها طوال السنوات الماضية، ما جعلها مصدراً موثوقاً للإمدادات في سوق الطاقة العالمية.